هنتكلم دلوقتي على مقدمة على البروكرز والبلاتفورم اللي احنا هنستخدمها سواء كان في الكورس او حتى وانت في اللايف تريدينج. بس عشان الموضوع يبقى كلير، يعني موضوع البلاتفورم دي، البلاتفورم دي ما هي الا وسيلة زي برنامج بيتوصل بيه حسابك مع البروكر. يعني بس بعت لك ايه، احنا هنشتغل على ميتا تريد 4 ميتا تريد 5 دازنت ماتر. يعني الفكرة البلاتفورم ما هياش قصة، البلاتفورم بتتوصل بحسابك مع البروكرز. يعني في بروكرز بيشتغلوا مع ميتا 4 ميتا 5 نينجا تريدرز، اي ان كانت البلاتفورم. ففكرة البلاتفورم دي اخر حاجة افكر فيها. يعني انت لو تيجي تعمل تريدنج، انت اللي يهمك، اللي يهمك اكتر انك تعرف تحلل الماركت مظبوط، تعرف تقرا تشارتس، تعرف ترسم انديكيتورز، تعرف تشوف تقرا فاندمنتال نيوز عشان تاخد بوزيشنز على اي بلاتفورم لازم مر. حتى لو عملنا تريدنج فيو، هكمل تريدنج فيو حالا. يعني مش فكره بلاتفورم ولا فكره اي اب هتستخدمه، لان زي ما قلنا البلاتفورم هي وسيله للتواصل او وسيله ما بينك وبين البروكر. طب ايه البروكر؟ البروكر باختصار هو البنك او الشخص اللي انت بتتعامل معاه، اللي هو بيبقى الوسيط بينك وبين الماركت نفسه. ولو انت فاكر احنا قلنا بكده الفرق ما بين الكبير ما بين الستوك ماركت والفوركس ماركت، ان الستوك ماركت فيه اكستشينج موجود، زي في محل او سوبر ماركت في الستوكس على الرف، والبروكر انت عامل معاه اكاونت تقول انا عايز اشتري مثلا 20 سهم امازون موجوده على اندكس مثلا اس ام بي 500 ولا ناسداك. البروكر يروح على الاندكس يشتري ال 20 سهم ويديهم لك. ده اللي بيحصل في الستوك ماركت. الفوركس مش كده. فوركس احنا قلنا ان هو مفهوش، ما هوش سنترلايزد، مفيش حد معين متحكم، مفيش مكان، مفيش اكستشينج، مفيش. بس قلنا بكده هو متقسم نوعين. في النوع البيج ليفل اللي هو بيتم التريدز عليه على البنوك الكبيره مع بعضها، وده ليهم سيستم معين بتاعهم. والنوع الثاني اللي الليفل اقل منه شويه، اللي هو اللي احنا الريتيلرز عن طريق البروكرز. طيب عشان تعمل اوردر للبروكر، تقول انا عايز اشتري مثلا اليو اس دي يورو، عايز ابيع، ما اعرفش ايا كان الاوردر انت عايز تكسكيوت، هتعمله ازاي؟ كان زمان ايام الستوك ماركت، ايام قبل ما اخترع، يعني كان ده مثلا مش متعرف فكره من 10 15 سنه تقريبا، كان الشخص لو انا عايز اشتري ستوك ماركت اي شير، انا بتكلم بروكر في التليفون واقول له انا عايز اشتري لي مثلا 20 سهم امازون، اشتري سهم مش عارف ايه بسعر كذا وهكذا. وبعدين البروكر كان بيبقى عنده شخص وسيط موجود على موجود في اندكس فلور، واكيد شفتها في الافلام، وتلاقي عمال يشتري مش عارف سهم لحد ما يلاقي حد بنفس السعر ويعمل اكسكيوشن. ده كان موجود زمان. طبعا ما بقاش في الكلام ده دلوقتي، كل حاجه بقت موجوده اونلاين. فبقى طريقه الاكسكيوشنز في الاوردرز بقت كلها عن طريق بلاتفورمز. بلاتفورمز دي زي الميتا 4 ميتا تريد 4 هنشتغل معظمها عليها في الكورس كله، او ايا كان البلاتفورم، بيبقى عباره عن البروكر ده واخد زي لايسنس او تصريح على البلاتفورم دي، بحيث ان هو يبقى هو انت وسيله التواصل بينك وبينه عن طريق البلاتفورم دي، اللي هي ميتا 4 مثلا او ميتا 5 او نينجا تريدرز او ايا كان نوع البلاتفورم. وكلهم بيقضوا نفس الغرض. يعني انا مفيش بالنسبه لي بلاتفورم احسن بلاتفورم، كلهم زي بعض. المهم هو البروكر مش البلاتفورم. البلاتفورم دي ورا بلاتفورم. معظم بروكر بيشتغلوا على ميتا 5 وميتا 4، معظمهم اكتر من معظم اكتر من 90% بيشتغلوا ميتا 4. بس هل كلهم زي بعض؟ لا طبعا، لان البروكر هو اللي بيفرق. وهنتكلم يعني انا يعني بس هي في نقطه، بس الموضوع في مصر شويه مختلف، لان انواع البروكرز في مصر ما هياش بالفرايتي الموجوده في نورث امريكا. لان انا حتى لما اتكلمت على موضوع انواع البروكرز، هنلاقي ان في نوعين من البروكرز. في بروكرز بيبقى هو بياخد منك الاوردرات سواء كان بيع ولا شراء، مش منك انت بس، من كل الناس بس خلال اليوم، وبيعملوا اكسكيوشن في الريال ماركت مع البنوك الكبيره. وده بيبقى عندهم حاجه اسمها زيرو سبريد، يعني ما بيبقاش كان مع السبريد اللي هو الفرق ما بين الاسك والبيد، دايما بيبقى عندهم زيرو سبريد، لان هو بياخد منك الاوردر وبيعمل له اكسكيوشن زي ما انت طالبه بالظبط، بياخده يعمله على السيستم بتاع البروك الكبيره.
ويحصل تريد عادي جدا. دي البروكرز الكبيره. بس للاسف البروكرز دي معظمها مش بتحفظ يعني, معظمها مش هيتاح لك الفرصه انك تتعامل معاهم في مصر, ما بيتعاملوش في ميدل ايست معظمهم يعني. البروكرز الثانيه اللي هو بيبقى عباره عن زي ما بيسموه انترنال بروكر, يعني هو بيجو اجينست يو مش اجينست يو. يعني انت مثلا لو دخلت مثلا اتعاملت مع اي بروكر, وهنتكلم في انواع كتير, في حاجات انا هقول لكم اقتراحات بالنسبه لمصر بالذات كمان يعني, من ناس كويسين جدا. بس هو بيبقى عباره عن ايه؟ هو عباره انت مثلا انت عملت اوردر سيل, هو بيبيع لك, عملت اوردر بيها وبيشتري منك. طب بيكسب بالفلوس ازاي؟ من السبريد. بيبقى عنده السبريد ما بين البيد والاسك عالي شويه, فبالتالي انت لو انت اشتريت مثلا ماركت برايس بليتسي دولار, هو ممكن يبيعه بعدها بدولار وخمسة سنت فيكسب في فلوس. خلصت يعني, هو دي شغلته وبياخد كوميشن برضه. بس للاسف النوع البروكر الثاني ده هو ده المتاح اكتر في مصر يعني, او في ميدل ايست. فمش هتلاقي صعب قوي انك تتعامل مع بروكر الثاني بره في ميدل ايست يعني. لكن في ناس كويسين جدا في ميدل ايست كويسين, هقول اسماء وهقول حاجات معينه تعملوا لها ديمو اكاونت. طبعا لما تفتح اكاونت على اي بروكر عشان هو عارف ان انت لسه بتتعلم, فبيديك حاجه اسمها ديمو اكاونت. اكيد الناس اللي شغاله في فوركس عارفين الكلام ده, او حد معايا كان ليه علاقه بالفوركس عارف يعني ايه ديمو اكاونت. ديمو اكاونت عباره عن حساب افتراضي بيديك اكسس على البلاتفورم اللي هو شغال مع هو شغال بيها, ان كانت بلاتفورم بيوزر نيم وباسورد, وبيديك فلوس كانها ريال ماني يعني. يحطك مثلا 100,000 دولار في حساب, 20,000 دولار, واتيفر, معظم بيحطوا 100 او اكتر, وكانه فلوس بالظبط. وبتبتدي تعمل تريدنج على البلاتفورم دي كان انت معاك فلوس وش انت معكش, وتكسب وتخسر عادي جدا كانها فلوس حقيقيه, لحد ما توصل تبقى كونفيدنت ان انت تقدر تريد بالريال ماني. وانا لسه بقول تريدنج بريال ماني مش قبل 3-4 شهور تكون انت بتعمل كونسيستنتلي بروفيت, مش اللي هو يلا عملنا كام بروفيت لان نعمل نفند اكاونت ونشتغل, لا ما فيش كلام ده. فعشان تختار بروكر لازم يكون البروكر ده ريجوليتد, يعني شخص يعني شركه معروفه مصرح بيها, مش اي حد, مش اي حد تحت السلم يقول انا بعمل فوركس تعالى. وهتلاقي من دول كتير جدا جدا في شرق اوروبا بالتحديد يعني, كتير جدا من الناس دي الشركات اللي هي غريبه الشكل دي يعني. وهتلاقي كتير في اليونان وحاجات كده غريبه انا ما اثقش فيهم خالص. فدايما يعني خد بالك من البروكرز, ان ممكن جدا لو في بروكر تشغل معاه ده عباره عن بنك يعني, انت فلوسك كلها عنده. لو هو جو بانكرابسي انت فلوسك مع السلامه. فلازم تميك شور انت بتتعامل مع بروكر ريجوليتد ستيبل بقاله فتره في الماركت معروف وهكذا. وانا هقول اسماء يعني, طبعا ترانسبيرنسي, يكون بروكر عنده شفافيه, عنده جود كاستمر سيرفيس, وحاجه اسمها الاينمنت اوف انترست. هي الاينمنت اوف انترست ان هو ما يكونش فيه يعني زي ما بيقولوها ايه, تضارب مصالح بينك وبينه. لان لو اتكلمنا عن النوع الثاني اللي هو هيبقى موست لايكلي موجود في مصر, اللي هو ما بيبقاش بيتريد اجينست يو يعني, الى حد ما في تضارب مصالح, بس هو بيعمل حاجه اسمها هيدج هشرحها فيما بعد, بتقلل الموضوع شويه. لكن هم مش يعني لو اخترنا بس رايت بروكر مش هيبقى في مشكله في القصه دي خالص. طبعا اللو فيز, لانه طبعا اون ذا بروكر بياخد كوميشن, فطبعا ده مور الكوميشن كل ما كانت اقل على اي لوت او على اي تريد عموما كل ما كانت افضل. ليفرج, بيدي ليفرج قد ايه؟ طبعا قلت يا جماعه حكايه الليفرج 1 1000 وكام, مش كده خالص يعني, مش هروح الليفرج العاليه قوي دي, دي ريسك جدا. ومعظمهم اللي بيعملوا ليفرج بالارقام الرهيبه دي بيبقوا يعني بروكرز تعبانين جدا يعني. فاحنا هنتكلم عن الليفرج المعقوله. طبعا جود بلاتفورم, في بروكرز طبعا معظم هتلاقي معظم بروكرز اللي في ميدل ايست كلهم شغالين بميتا 4 وميتا 5, لان هي بلاتفورم عامه يعني, مش بتاعت حد او بتاعت شركه معينه يعني. هم واخدين لايسنس بس يعني زي اكاونت على البلاتفورم دي عايز تتعامل معاه. لكن في بيج بروكرز عندهم دير اون بلاتفورم يعني, في بروكرز كتير زي مثلا اواندا, لو اسمعوا اواندا, اواندا دي يعني دي من اكبر شركات الفوركس في العالم, دول عندهم دير اون بلاتفورم وغيرهم. وطبعا الجزء المهم اللي بعديها السبورت, عشان كده بيسموا الاولاني ده بيسموه الاي بوك والتاني البي بوك. الاي بوك زي ما قلنا اللي هو الشخص البروكر اللي انت بتتعامل لما بتعمل تريد او بتعمل اكسكيوشن لاي تريد, هو بياخد التريد بتاعك ده بيعمل اكسكيوشن في الريال ماركت, ده الاي بوك. البي بوك وش ذا موست لايكلي موجود في ميدل ايست, اللي هو بيبقى بيتريد اجينست يو, اللي هو بياخد منك يعني بيبقى انترنال تريد كلنا مع بعض, ما بيبقاش اوتسايد.
مش تفرق كتير يعني. بس moving forward لازم نفرق تاني بقولنا ما بين انك تعرف تقرا التشارت وتعرف تعمل اكسكيوشن اوردرز وبين نوع بلاتفورم، لان البلاتفورم كلها شبه بعض مش اي اختلاف. فانا حتى لما اشرح بعد كده هشرح شغلي كله على تريدنج فيو. تريدنج فيو يا جماعه دي رهيبه جدا، لازم كلكم تستخدموها. وانا هشرح حتى في الاجزاء اللي جايه وانا بشرح التشارتس وكاندل ستيكس الحاجات دي كلها هشرح يوزنج تريدنج فيو، لانها سهله جدا واي حد ممكن يستخدمها. وبعد كده هنتكلم بقى على الاكسكيوشن وهنعمل ليسنز بقى على، وغالبا هنستخدم ميتافور يعني التريدنج. فمبدئيا يا ريت كلنا نعمل اكونت على تريدنج فيو. وطبعا ميزه تريدنج فيو، في ميزه انا بحبها جدا، لان انا عشان بشتغلش بس في فوركس، بشتغل في الفوركس وفي الستوك ماركت وفي فيوتشر كونتراكت وفي كريبتو كرنسي. فده بيديني يعني بقدر اعرف كل حاجه من وان بلاتفورم. بلس ان انا مثلا في عندك بس على الشمال تلاقي في ليست على اليمين، سوري في ليست هنا، انت ممكن تعمل كرييت ليست. لو جيت مثلا تلاقي انا عامل ليست اسمها اف اكس وستوكس، ممكن اعمل كرييت نيو ليست مثلا تسميها مثلا اي حاجه، تسميها وات ايفر سي ام اي حاجه، تعمل سيف، تقدر تضيف عليها اي حاجه انت عايزها بقى. يعني طبعا فوركس فممكن تحط مثلا البير اوف كرنسيز المشاهير يعني سبعه معروفين. لو خدت بالك هتلاقوا بالحاجه، هتلاقي مكتوب هنا ايه مثلا، هنا يورو اس دي، وكاتب لك هنا جنبيها اف اكس سي ام، وهتلاقي هنا في يورو اس دي وجنبيها واندا. طبعا هم الاف اكس سي ام واندا هم اكبر شركتين فوركس في العالم يعني. هتلاقي الفرق بالاثنين، هتلاقي سعر سهل، بس تلاقي الفرق بالاثنين يعني بيب او بيب ونص، اتنين بيب كتير، مش بيج ديل يعني. مش هتفرق انت اختار اي واحد كذا فيو، مش هتفرق معاك كتير. عايز تستخدم اف اكس سي ام واندا دازنت ماتر، فتضيف اي حاجه مثلا يورو اس دي بس. يعني انا رايي ستيك، لو انت مثلا هتعمل مثلا اكتر من 7 8 بيرف كرنسي، ستيك مع واحده بس وليكن واندا، يبقى يورو اس دي مثلا، وهتحط جي بي يو اس دي، وهتحط جي بي الجنيه الياباني، وهتحط اي يو دي يو اس دي، كان ايه تاني، يو اس دي كانيديان طبعا، يو اس دي جابانيز، يورو جابانيز، اوكي طبعا دي كروس كرنسي بس اتس اوكي، يورو جابانيز كروس بس ظريفه يعني حاجات زي كده. وبكليك واحده هتقدر تفتح الشارت بتاعه البير اوف كرنسي دي، وهيجيب لك كل حاجه ليها علاقه بالاسعار وقوه الكرنسي حاليا قد ايه. هنتكلم كده بالتفصيل يعني. وبعدين برضو من الحاجات الكويسه جدا في الويب سايت ده ان انت طبعا اخبار، هنتكلم بقى الاخبار وازاي تقرا الاخبار وكده كله يعني، في كل حاجه انت عايز تعرفها، اي اخبار جديده تلاقيها موجوده عليه. ممكن تعمل فولو الناس، وغير هو فكره في تشات في برايفت، هنتكلم بالظبط موضوع التشات والبروكرز والستريم والكلام ده كله. لكن اللي انا عايز اوصله ان احنا هدفنا في الكورس ده مش هنشرح ببلاتفورم معينه، ولا هنشرح ميتافور، بس الفكره ما هياش ميتافور ولا فايف ولا اي بلاتفورم. الفكره كلها انت تعرف تقرا الشارت، تعرف تعمل تريدز، لازم بقى يعني. انت ممكن جدا، انا ساعات بعمل كده، فتح شارت مثلا عندي مثلا ايا كان، فتح اي شارت وبشوف جود اوبورتيونيتي. اوكي مثلا شايف، انا شايف مثلا ليتس سي دي الاي ميني اس بي اف 100، دي فيوتشر كونتراكت مش فوركس بس اتفر يعني، ايا كان يعني، شايف اوبورتيونيتي انا مثلا عايز اشتري حالا مثلا، شفتها على الشارت هنا في التريدنج فيو، هدخل على البلاتفورم وسبميت اوردر. البلاتفورم مجرد وسيله، هي مجرد وسيله، ما هياش كل بلاتفورم عليها تشارتز زي دي كل حاجه، ما اختلفناش. بس الفكره ان ما هياش هي يعني لو في واحد بيعمل تريدنج على ايه، على على انا مش دايما اركز على حكايه، يعني كذا حد كيف الموضوع كتير جدا جدا يعني، موضوع اي بلاتفورم اي بلاتفورم اي بلاتفورم، وموضوع بجد يعني عايز اقفله تماما. الموضوع مش موضوع بلاتفورم، كلهم هم مجرد الا وسيله. المهم انك تعرف تقرا الشارتس، تعرف تحط الانديكيتورز، المهم والاهم من ده كله اللي انت عندك استراتيجي تمشي عليها. ده اللي هشرحه في الكورس فيما بعد يعني، او في الاجزاء الجايه كلها. فده كان بس يعني مقدمه على
البروكرز وعلى تريدنج فيو. فقلت يا جماعه كلنا ننزل تريدنج فيو ده، ده ويب سايت عادي جدا، اعمل عليه اكونت، هو فري على فكره، هتلاقي في جزء بيد منه، اعتقد ان انت لو عملت بيسمح لك انت تحط اكتر من 2 charts at the time في الفري فري 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 1، وانت مش هتقدر بكده دلوقتي. طبعا فيما بعد لو انت عايز تعمل paid account اكس اوكي، معرفش اعتقد 120 دولار في السنه حاجه كده، مش مش بيج ديل، ممكن تعملها فيما بعد، مش دلوقتي طبعا، مش محتاج تعمل حاجه بفلوس خالص دلوقتي نهائي يعني. فالتريدنج فيو ده ممتاز جدا، ابتدي اعمل لنفسك ليست، حط كل البير اوف كرنسي اللي حكينا عليهم المهمين، حطهم كلهم. ولحد ما نتكلم في الليسنز اللي جايه بقى على انواع بقى التشارت وايه كاندل ستيكس، وهنتكلم على كده بالتفصيل، بس افتح كل البير اوف كرنسي دي وحاول تبص. مثلا لو جينا بصينا هنا هنلاقي، هنا هتلاقي في ده نوع الشارت تايب، هتلاقي عندك مثلا في بارز، في كاندل ستيكس، في هالو كاندلز، في حاجات كتير جدا انواع، هنتكلم في كده بالتفصيل. وهتلاقي في عندك التايم فريم، يعني هل كل كاندل ستيك دي بتمثل ايه بالظبط. دي مثلا 30 دقيقه، ممكن تلاقي مثلا 5 minutes 3 minutes 1 hour doesn't matter 4 hours. قلنا مثلا 3 hours دي معناها ان كل ستيكمنت دي، كل ستيكمنت دي بتمثل 3 hours، دي 3 hours 3 hours. هنشوف بقى في الليسن الجايه يعني ايه كده ستيك الاحمر ده، يعني ايه الاخضر، وايه القصص دي كلها، يعني اشرحها بالتفصيل. بس يعني get yourself familiar مع شكل الشارت عموما، وان شاء الله الليسن الجاي هنتكلم اكتر على كندل ستيك، وبعد كده هقول لكم اقتراح لبروكر في ميدل ايست يعني يكون اسهل بيكم كتير، وتعملوا عليه اكونت، وهو اعتقد يبقى عندهم ميتافور، بحيث ان احنا ممكن نشتغل فيما بعد على ميتافور مع بعض، الموضوع احنا يعني البلاتفورم مع بعض موحده يعني. اوكي، نشوفكم الليسن الجاي ان شاء الله.